بس ما تعمي لشو كل هالدموع هي؟ يا بنتي وقت الواحد يكون مبسوط كتير بصير دموعه تنزل لحاله. هي دموع الفرح حبيبتي. شبك جريش؟ مبين مصدوم، بس هي دموع الفرح وطبيعي انه نفرح. يعني خالي ماهيش واخيرا حيقدر يحتفل بعيد ميلاده وعيلته حواليه، يعني حيطلع من الابو، لهيك كلنا فرحانين. عن جد؟ طبعا. وقت الاحتفال، وقت الاحتفال، وقت الاحتفال، وقت الاحتفال. شايفتك بريدفي، وهلا انت مضطر تستسلم للامر الواقع، ومشان هيك انا مبسوطه. فهمت عليكي، انت شمتانه فيني، صايره عم تتمادي كثير بتصرفاتك يا بريتا. شايفك مبسوطه ومفكر حالك انك انتصرتي علي، بس انا بوعدك بوعدك انه فرحتك هي ما رح تدوم كثير يا بريتا. لا ما حذرت، انت ما رح تقدر تسرق فرحتي بعيلتي ابدا، لانه هي البدايه وبس. لسه في انتصارات كتيرة جاية بالمستقبل، ورح تشوف كيف عيلتي رح يضلوا مبسوطين، وهذا المهم عندي. ومشانه رجعت، من قبل هنن كانوا لحالهم، بس أنا رجعت لحارب مشانهم، ورح واجه أعدائهم لحالي، ورح أحمي عيلتي من الوحوش يلي مثلك، واعتبر هالشي وعد مني. يلا أمشو، خلينا نطلع ما هيش من الأبو ونرجعوا على غرفتي. يلا مرت عمي. هاد جريش بيعمل شاي كتير طيب مزبوط؟ يلا شريستي، صار الوقت. صار وقت شو؟ شو بدنا نعمل؟ صار وقت الاحتفال بعمي ماهيش، لأنه اليوم بيكون عيد ميلاده. امشوا يلا امشوا. طيب بس شو بدنا نعمل؟ أنا ما بدي تكون حفلة عيد ميلاد عمي ماهيش هي السبب الوحيد يلي رح يخلينا أنه نطالعه من الأبو هلأ. أنا بدي إياه يضل بغرفته طول النهار، بدي اياه يضل مع عيلته ويشوف الكل مجتمعين حواليه. إذا عمي ماهيش شاف عيلته حواليه ومبسوطين وعم يبتسموا بوشه رح ينبسط كتير، وما رح يعمل أي مشكلة. ومن هون للمساء وقت بيصير موعد الحفلة رح يكون عمي هادي ورايق كتير، ورح يكون أكيد طبيعي مع الكل. وأنت بتعرفي ستي، بعض الأحيان بيكون في أمراض صار لها سنين طويلة وما عم ينفع مع العلاج وبيفقدوا الأمل، بس فجأة بيطيب المريض، بتصير شغلة ما كان حدا متوقعها، والمريض بيشفى من يوم واحد وهيك بيرجع طبيعي ولا كأنه كان صاير شي. صح كلامي؟ وبدي منكم شغلة شريستي، بدي اياكي بالاول تعملي شغله ضروريه. انت بتعرفي المحامي تبع شركه لوترا؟ بدي تروحي تشوفي، لانه هو بيعرف القاضي اللي اعلن انه عمي مختل عقليا، وهو كان شاهد على كل شيء صار بخص الشركه، وبعدها عمل وكاله عامه لبريدفي وخلاه وصي على كل املاك العيله، وهو اللي شهد على توقيع عمي ماهيش على كل الاوراق. لهيك بدي تعزمي على الحفله، وبدي تروحي تعزمي كمان الدكتور يلي كان مسؤول عن علاج عمي ماهيش. لحظة شوي، ما فهمت عليكي، ليش بدك نعزم القاضي والدكتور والمحامي على الحفلة؟ شو في داعي إلون؟ لك شبكي انتي؟ هدول أهم الضيوف بالحفلة يلي رح نعملها اليوم المساء، لأنه هنن يلي أثبتوا أنه عمي مختل عقلياً ووثقوا كلامهم بشكل قانوني. لهيك إذا هنن شافوا أنه عمي طبيعي واعترفوا بهالشي، فطبعاً الناس كلهم رح يصدقوا كلامهم، لأنه ما حدا عم بيصدقني وقت قلن أنه عمي ماهيش ما فيه شي وبيتعالج. هنن مقتنعين بالكلام اللي سمعوه من قبل، حتى كاران ما عم يصدقني، بس إذا إجوا هدول الأشخاص وقالوا أنه عمي ماهيش رجع طبيعي وحالته